السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات حواديت الأفلام المصرية وأفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد. هنتكلم عن الفيلم رقم 91، فيلم غرام وانتقام. غرام وانتقام إنتاج عام 1944 ليوسف وهبي. سهير سلطان مطربة شهيرة بتقرر اعتزال الفن من أجل الزواج من حبيبها وحيد عزت، ولكن لسوء الحظ بيموت وحيد برصاصة قاتلة قبيل حفل زفافه على سهير، ويتناهى إلى علم سهير فيما بعد إلى أن الموسيقار جمال حمدي هو المشتبه الرئيسي في ارتكاب الجريمة. فيلم غرام وانتقام بطولة أسمهان، يوسف وهبي، زوزو ماضي، أمينة شريف، أنور وجدي، بشارة وكيم، محمود المليجي، فؤاد الرشيدي، محمد كامل، فاخر فاخر، عثمان أباظة، ثريا فخري، أحمد مختار، فرج النحاس، فيكتوريا حبيقة، محمد راغب، سعاد أحمد، إبراهيم مصطفى، رشاد حامد، عبد الحميد بدوي، عباس رحمي، إبراهيم حشمت، حسن الإمام، عبد المجيد شكري، عبد الحليم مرسي، سلوى علام، منسي فهمي، نجوى سالم، صلاح منصور، صوفي ديمتري، جينا، سميحة توفيق. في مسرح النجوم غنت المطربة المشهورة سهير سلطان اللي هي أسمهان في آخر حفلاتها الغنائية قبل اعتزالها لزواجها من حبيب القلب اللي ضحت بشهرتها وفنها من أجله. المستهتر صائد الفتيات البريئات شارب الخمر والمقامر سليل الحسب والنسب وحيد عزة اللي هو أنور وجدي، وتم عقد القرار. واستعدت العروس في اليوم التالي للسفر لقضاء شهر العسل، وانتظرت زوجها الذي جاءها مصابا برصاصة في صدره، وحاولوا نقله إلى القصر العيني، ولكن ابن عمه صفوة محمود المليجي وكيل نيابة طنطا فضل نقله للمنزل ونقل القصر العيني إليه، حيث أجريت له عملية لاستخراج الرصاصة، مات على إثرها. وحامت الشبهات حول صديقه الموسيقار جمال حمدي، ولكن لم تكفي الأدلة لإدانته فأفرج عنه. والاقتناع سهير بأن جمال هو القاتل، فقد قررت أن تستعمل سلاح المرأة للإيقاع به. تعرفت عليه في حفل أقامته صديقتها عنايات هانم اللي هي زوزو ماضي، وطلبت من جمال أن يزورها في منزلها لأخذ رأيه في بعض الأمور الفنية. وحينما زارها اعتذرت له عما بدر منها تجاهه لحظة غضبها لمصرع زوجها. وفي اليوم التالي زارته في منزله وادعت ان صفوة ابن عم وحيد بيطاردها في كل مكان ويلح عليها لترضى به زوجا وهي ترفض. وقررت السفر الى الشام في رحلة تبتعد فيها عن ملاحقة صفوة لها، وطلبت من جمال ان يصحبها في رحلتها فسافر معها. وفي ربوع لبنان ازدادت علاقتهم وتوطدت، وادعت سهير ان قدمها قد التوت وصرخت من الألم، وأحضر لها الطبيب الشاعر بشارة اللي هو بشارة وكيم، والذي تعرف على سهير ودعاهم إلى عرس شامي وغنت فيه سهير، ثم دعاها للغناء في حفل خيري ولبت الدعوة، ومعها جمال الذي بدأ يشعر بحبه لسهير وأحس أنها تبادله الحب، فصارحها بحبه، ولكن أراد أن يعترف لها أولا بقصته مع وحيد، ولكنه أجل اعترافه حتى العودة إلى مصر. بلغت سهير صفوة بما كان من رغبة جمال في الاعتراف، فعرض عليها إبلاغ النيابة فرفضت، ولكن صفوة فعلها من ورائها، واعترف لها جمال أن وحيد صديق الطفولة. وحينما جاءت شقيقته منيرة اللي هي أمينة شريف من المنيا لتخدمه، قدمها لصديقه واثقا فيه، والذي استغل قلة خبرتها وسذاجتها وأقام علاقة معها واعتدى عليها. وحينما طالبه بإصلاح خطئه خصوصا وهو ينوي الزواج من سهير رفض وتصارع،
وأخرج وحيد مسدسه. فحاول جمال تحاشي الرصاص، وأثناء الصراع خرجت رصاصة بطريق الخطأ وأصابت صدر وحيد. وهنا تدخل وكيل النيابة وقبض على جمال، وفوجئت سهير بما حدث، واكتشفت إنها تحب جمال، وأوكلت له عدة محامين وواست أهله وشهدت لصالحه في المحكمة، وحكمت المحكمة بالبراءة، وسامح جمال حبيبته سهير واستعد لاستقبالها والاعتذار لها، ولكنها وصلت جسدا هامدا إثر حادث في الطريق. وكان مصير جمال مستشفى المجانين وما زال هناك. كانت نهاية الفيلم الأصلية بتفترض ذهاب جمال حمدي يوسف وهبي إلى سهير سلطان أسمهان لكي يتزوجها ويعيشوا في سعادة أبدية، ولكن الفنانة أسمهان توفت قبل انتهاء تصوير الفيلم في حادث غرق سيارتها في رأس البر، مما دعا يوسف وهبي لتغيير نهاية الفيلم على هذا الأساس. فيلم غرام وانتقام كان تاني وآخر فيلم تقوم أسمهان ببطولته قبيل وفاتها. بيحتل فيلم غرام وانتقام إنتاج عام 1944 على المركز رقم 91 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد. فيلم غرام وانتقام كان قصة وسيناريو وحوار وإخراج يوسف وهبي. غرام وانتقام.